أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب الذهاب لأماكن المنكرات من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على الناس؟ نعم، إذا علمت أن المكان الفلاني يحصل فيه فساد يحصل فيه شر فإنك تذهب إليه لأجل الإنكار، لأجل الإنكار، إما بأن تنكر أنت إذا كنت تستطيع أو تبلغ من يستطيع. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.